مما لا شك فيه ان الدنيا برد، يعني دي مش معلومة اكيد انت مستني ان انا اجي اقولها لك الصبح في البرنامج. انت اكيد سقعان وقايم من النوم، يعني ما يعني كلنا عارفين انت قايم من النوم بطريقة يعني اكيد صعبة جدا، وقايم عشان اكل العيش وعندك شغل وحاجات كده، والجو بره اللحاف تلج جدا، وانت كنت قاعد في شرنقة متدفي والدنيا كانت جميلة، ولكن كان لازم تقوم. فاحنا النهاردة جايين ايه نتكلم معاك شوية في شوية تفاصيل كده ممكن تكون في البيت. التفاصيل دي هي بجد ممكن تكون بتبرد البيت، يعني هي مش فكرة ان شكلها كده مسقعة، لا هي مسقعة البيت فعلا. فعشان برضو تبقى واخد بالك فتروح البيت تاخد قرارات بقى، اذا كنت بقى ايه هتعدل حاجه هتعمل حاجه تبقى فاهم ايه اللي ممكن يتعمل. وبرده يعني بقلل التكاليف والله، يعني شوف الكنبه الجلد قلنا لك تحط عليها بطانيه، خلصت الموضوع بسيط. بطانيه من اللي جوه، يعني الموضوع مش محتاج منك انك تقعد تصرف مصاريف كتيره ولا تفتح الموبايل وتجيب حاجات اونلاين والكلام ده. بس يعني بالنسبه كمان لكل المقبلين على الزواج، الجمله بتاعه طنط شهيره لما بتقول لك ما تحطيش ما بتفرشيش سيراميك، ما نحطش الارضيه ما تبقاش سيراميك، تبقى باركيه علشان تدفي في البيت في الشتاء. يعني ده في حالة ان انت ساكنة في التجمد الخامس او في الشيخ زايد، يعني دول تحديدا. طنط شهيرة مش فاهمة حاجة ليه؟ لانه من ضمن الحاجات اللي بتسبب او تتسبب في السقعة هي الارضيات الخشبية، مش ممكن بجانب البلاط او السيراميك او البورسلين او يعني كل مجتملات. لا البورسلين والسيراميك طبعا ودي بتتسبب في برودة الشقة برضو لانها ما بتمتصش الحرارة، ولذلك بينصح بافتراش المزيد من السجاجيد على الارض خلال الشتاء. يعني لما ماما تلاقيها فرشة كل الشقة سجاد ومش مبينة اي حاجة من السيراميك او الباركيه، اوعي تعرض ده عز ده. هي فاهمة عننا، دي حاجة جميلة طبعا. هي فاهمة عننا طبعا، السجاد في كل حتة حاجة جميلة. كمان برضو الستاير، بيقولك يا سيدي الستاير الخفيفة دي حاجة جميلة جدا، بتخلي البيت شكله حلو برضو بتخلي البيت برضو شكله بارد، عشان تبقى فاهم. يعني انت لازم تكون فاهم الموضوع عامل ازاي، احساسه فهي مش بتمنع ولا الهواء البارد ولا بتمنع السقعه من ان هي تخش البيت. وعشان كده بينصح باضافه الستائر الثقيله، يعني حاجات قطعيه البلاك اوت دي، فاهم؟ الحاجات اللي وفي برضو الستائر اللي هي اللي بتبقى حاجه شبه القطيفه كده، تبقى الستاره ثقيله يعني لو عايز اتنين رجاله يطلعوا يشيلوه الموضوع بيبقى صعب. فمش عارف بقى تتعلق في ايه دي، بس يعني في الجو ده احنا لازم نتصرف. ساعات بتبقى قاعد في البيت كده لا بيك ولا عليك شغال لي مزيكا حزينه، ماشي اتفضلي، قاعد في البيت لا بيك ولا عليك مشغل الدفايه ولابس الزعبوط واللكلوك وكل ما هو ينفع يتلبس في البيت، ماشي، في شتاء الليل الحزين تمام، او ليل الشتاء الحزين. وبعدين فجاه وانت قاعد كده تحس ان في سلهوب هوا جالك من مكان ما، ده بيسمى الفجوه. ما بتبقاش عارف تحدد مكانه، تفضل ماشي اسمه الفجوه. انت بتدور على انت بتدور على حاجه مش موجوده، حاجه يعني من الحاجات اللي لازم تبذل مجهود كبير قوي عشان تعرف مكانه. هو بيقف في خرم في البيت يعني كده، حاجه فاتحه كده بتجيب لك هوا سائع. دي اسمها الفجوه. الفجوات دي بتبقى بين النوافذ اي الشبابيك او الارضيه والابواب، بتساعد كمان في تسريب الهواء البارد جوه البيت، وده بيتسبب في برود الشقه. فانت قفز بقى كل الفجوات دي. عندك حاجه مثلا تحت البلكونه كده، حطي فوطه قفليها. ما حد يجي مثلا السوبر ماركت ما تفتحيلوش، بجد ما تفتحيلوش، وابنك جاي خليه يجيب لك الحاجات وهو جاي. فتحه الباب دي مش سهله. وعلى سيره الفجوات، في فجوات الشبابيك برضو دي صعبه جدا، لازم تاخد بالك كويس جدا ان لو في اي خرم في الشباك نسده. لو في اي فتحه ما بين اسمه ايه قطاع الالوميتال دي لازم تتقفل، بتاعه سيليكون كده وبيتقفل بيها عادي وبتبقى الدنيا زي الفل. بالظبط كده، مش دي برده بنقفل بيها؟ انا حاسس ان انا بقيت صنايعي بتاع كده صغيره وبنقفل بيها الدنيا وتبقى جميله. انا هشتغل مهندس الديكور واقول لك ما تحطش الاساس امام المدفأة، يعني اي كنبه اي عفش موجود ما تحطوش امام الدفايه. وجود قطع الاساس امام الدفايه زي مثلا الكنب، ترابيزات القهوه، الاسره اللي هي السراير، يعني بتعمل على امتصاص الحرارة بدل من توزيعها على الغرفة. عشان كده لازم تخلي قطع الأساس بعيدا عن المدفأة. يعني لما يبقى عندك دفاية زيت كده سبع ريشة زي اللي عندي اللي بسايح عليها الجبنة الرومي دي، حطها في الطرقة ما بين الحيطان، حطها في حتة واسعة، بهو واسع كده. فابعد بس عن العفش تماما. انا اول مرة اعرف المعلومة دي. وانا كمان لو انا اعتقد يعني ان دي ممكن تكون وجهة نظر، يعني اوقات بيبقى العفش فعلا سقعان وبجد محتاج ان هو يبقى فيه شويه حراره. يعني انا محتاج ان انا قبل ما اقعد على الفوتيه او قبل ما اقعد على الكنبه او كده ان انا احس ان في شويه دم شغالين،
في حراره في المكان، ما اقعدش الاقي نفسي قعدت على حاجه برد جدا، لا طبعا محتاج ان الموضوع يتدفى. وبالتالي ما فيش مانع ان يكون عندك دفايه برضه تحطها قريب من الاساس. لا بس خلي بالك عشان الحراره دي جنب الاساس مش حاجه كويسه، يعني جنب الاقمشه والحاجات دي برضه خد بالك ما يبقاش القرب قرب قوي. اه يعني. طبعا طبعا لا 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 تكون مسافه، وما تقعدش جنب الدفايه برضه، دي من الحاجات اللي ودفي صدرك بجرنان ودهنه كحول. انا دايما بشوف في دفايه بشوفها في الكافيهات. إيه؟ في كافيهات الدفاية اللي هي المطولة دي، الدفاية اللي هي تحس ان احنا مسلة كبيرة وفي تحت انبوبة غاز، دي ما بتعملش اي حاجة غير ان انا ببقى قاعدة خايفة، وفي ازاز جواه شعلة بتحس ان الموضوع غريب جدا. أيوه. وفي بقى منها اللي بفحم. بحس ان احنا رجعنا كتير في فحم كده، وبرده شغاله برده نفس الغاز والفحم والع، تحس ان هي شيشه بس كبيره. بس ما تحسش ان هي دايما بتدفي خدودك بس لما بتبقى قاعد جنبها؟ انا بحس ان دي بتاعت الالتهابات. خدودي بتسخن وبتحرقني وجسمي سقعان، فهي في تكنيك معين غلط لازم تقريبا التوزيعه، هي بتروح على الخدود. يمكن هي محتاجه تنزل تحت شويه، مش عارف. انا بناشد اصحاب الكافيهات يشوفوا المشكله دي عشان انا بطلت اقعد عندكم بسبب الموضوع ده. دلوقتي بالمناسبه بقى فيه، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان الجو بقى برد وحاجات كده، يعني عذرا للمزيكا اللي دخلت دي في الموضوع. انا عارف ان هي ممكن يعني يكون ليها تاثير في الجو اللي المهم يعني. بقى فيه دلوقتي انظمه تدفئه بتتعمل تحت الارض لو انت لسه بتاسس، يعني بقى فيه دلوقتي مواسير بجد بتجري كده ترمح في الشقه تحت الباركيه او تحت السيراميك او تحت البورسلين او ايا كان. أيه. طبعا هي لو انت هتعمل سيراميك فانت غالبا مش هتعمل لان هي تكلفتها عاليه، فبتبقى في ميه بقى مغليه بقى بتمشي تحت البيت. ميه مغليه؟ ميه مغليه. انا عندي ماسوره وصرف في الحمام مش عايز اصلحها بقى لي يجي شهرين. والله العظيم. بتتكلم في ايه نظام ده؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.